فيها سكان المحلات التجارية مغلقة منذ أسبوع أو أكثر نتيجة الغارات المتكررة يوميا بالبراميل المتفجرة وبالطيران الحربي، أيضا إلى الشمال قليلا إلى مدينة سنقيل التي تتعرض يوميا للقصف بالطيران الحربي، وجل القصف يستهدف وسط المدينة حيث لا يوجد هناك أي مقرات أو أي شيء، ولكن الطيران الحربي يستهدف المدنيين. نعم سيد علي، أنا تحدثت عن معارك تدور بين الثوار وقوات النظام، أبرز الأماكن هي معسكر الحامدية ووادي الضيف، ما النتائج المحققة حتى الآن؟ الآن الجيش الحر يتحفظ على ذكر أخبار عن تلك الجبهة، ولكن لا نستطيع أن نتكلم غير أن هناك اشتباكات وتدور يوميا واستهداف طيران الحرب على أطراف معسكر وادي الضيف والحامدية، لكن الاشتباكات يمكن الجيش الحر له استراتيجية في التستر أو تعتيم بعض الأخبار لخطط عسكرية تتعلق به. نعم شكرا جزيلا لك أبو علي الروجي مراسل شبكة شام، كنت معنا من إدلب.